جينا عند زهير خوة ديالنا ديال الشمال، ضروري استغليت الفرصة أنه قريب وأنا قريبة ديجا، فقلت له إلا نمشي وجينا أنا وياه. أنا يا صافي وليت شمالي، يعني ضروري خصني نجي عند زهير. ضروري. مزيانين شماليين، كان أنك بعدا كتعجبني الهضرة ديالهم أكثر من طنجاوية. اش كد عمال اش لدقي 20 داكشي مزيون عندهم حليلو. اصلا حنا المغاربه كاملين الخوت، كاينش فرق ما بين لا طنجاوي لا تطواني لا قنيطره. لا ولكن اللي بغى الجمال يجي الشمال. هذه بصح. من النظرة الاولى بحال هاد النظرة هادي، من اول ما درنا فولو لبعضياتنا، عملت فولو وعمل لي فولو وبدات العلاقة. كنا كنشوفوا لي ستوري ديال بعضياتنا وصافي، ولكن ما حتى واحد ما كان كيعمل رياكسيون على شي حاجه. نهار هضرنا اول مره هضرنا 7 سوايع. انا خوله ماي كوين برانسيس. صراحة عمري ما فكرت هذا التفكير في حياتي، زعما انها تكون مطلقة أرملة، ما عمري ما خديت هذا التفكير هذا في حياتي حتى جابوا لي الله. ومن جابوا ما فكرتش نهائيا في هذا الموضوع نهائيا، انا مع راسي ومع دارنا جامي فكرنا في هذا الشيء. هذا يمكن مشيت عند ماما قلت لها كاينه واحد البنت الناس راه هكذا وهكذا، قالت لي مرحبا، قلت لها ولكن زعما نقدر نقول لك واحد الحاجة، راه كاينة زعما انت ما عارف لي بارون العائلة المغربية كيفاش دايرين، نقول لها راه مطلقة. انسانة مطلقة وعندها مشكلة. لا قلت لها مطلقه في الاول، تقول لي واش المشكله؟ قال لي بنات مطلقين. وانا نقول لها وعندها البنت ديالها، تقول لي بصح. قلت لي ديك الساعه كيبقى لك الاختيار، زعما قبلتي بها مرحبا، ما قبلتيش كيبقى القرار عليك. اوه اصلا هما كيبغيو لي بزاف. بابا بابا بزاف بزاف صراحه. كل شيء غير فيا، كل شيء. خولة اللي كانت ماشي هي ديال دابا. حبك غير حياتي، نساني جروحي وآهاتي. أنا شنو بدلت فيا؟ مازال كنحس مازال ما تبدلتش، ولكن رجع مرزن، زعما فريمون دخلتني في علاقة ما عمري ما دخلت فيها بحال هاد العلاقة. هو انا بالنسبه لي دواء تبدي الانجاز اللي دارت خوله، هو انها ملي تعرفت عليها حسيت بها بحال اول مره ندخل في علاقه مع شي جد جديه بنيتها في حاله دي زوينه. انا اصلا عندنا مسؤوليه، مش عندنا مسؤوليه شحال هذه، هو ديجا عايش بوحده وانا ديجا مسؤوله على بنتي و يعني هذا يعني ملفي المسؤوليه ملفي. الحمد لله. سلامة. أنا عصابي ولكن هي في 10. أنا كيضربوها في 10. واحد في 10 10. أنا عصابي ولكن هي في 10. صراحة نسيت. أنا بالنسبة لي أول نهار تعرفنا فيه كان مميز. كان مميز مرة ما ننسى. أول نهار. الأفكار اللي كتكون عند خولة اللي كانت في الحجاب هي اللي كانت ما تعلق بزعما بحال الحجاب، بحال أصلا أنا ما كنتش عامل الحجاب، زعما الحجاب هو تحجب. انا كنت مره هنايا مره هنايا، يعني ما ماشي شي حجاب. بالنسبه لي الحجاب راه ماشي دره، حجاب دين ودين كبير بزاف، راه ماشي غير اللي تحجبات صافي راه دايره الحجاب صافي راه انسانه متدينه. لا الدين زعما بعيد كل البعد على الحجاب، حيت الحجاب لو كنتي غادي ديرو خاصك ديرو بزاف ديال القواعد ديالو. عن اقتناع. عن اقتناع. صاحبتي و واختي وكل شيء، فيها كل شيء، هي عنصر انثوي
تزاد لي في حياتي، تضاف لي في حياتي بما انني او بحكم انني ما عنديش اختي، فهي ضافت لي كل شيء. انا اصلا احنا كنحسبوها اختنا اول حاجه، ما كنحسبوهاش بنتنا، هي بنتها ولكن كنحسبوها كاملين اختنا، لان شوف حنا مازالين صغار والعقليه ديالنا مازالين زعما حنا مازالين اصلا حنايا مازالين اطفال بالنسبه لي انا، حنا مازالين حتى حنا كنعيشوا حياتنا، كان يعني هذيك البنيته كنحسبوها اختنا صغيره. بيان سور بيان سور. ان شاء الله الموافقة ديال باباها بيسر. لا تنساوش تزورونا على الصفحة الرسمية ديال لالا مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.